بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطالبة في محاضرة جديدة في مادة الرياضيات. محاضرتنا هذه ستكون عن موضوع سلاسل سيرس، سنأخذ الجزء الرابع منها. أرحب بكم في هذه المحاضرة، أنا محدثكم الأستاذ المساعد الدكتور محمود عباس محمود. في حالة وجود أي استفسار لديكم عن المحاضرة بإمكانكم التواصل معي على عناوين البريد الإلكتروني المبينة أمامكم. نبدأ محاضرتنا بمراجعة لموضوع limiting values، وهذا ما أخذناه في المحاضرة الماضية يعني كمقدمة لمحاضرتنا لهذا اليوم. نبدأ الموضوع limiting values بأمثلة. المثال الأول هو للحالة التالية: المطلوب إيجاد limiting values للمقدار 5N زائدا 5N زائدا 3 على 2N ناقص 7 عندما تكون N approach to infinity. بالمحاضرة الماضية قلنا احنا راح نلقى هنا N حتى نتخلص من هذا البسط يكون infinity، وهذا infinity راح نقسم البسط والمقام على مقدار N. فإذا لإيجاد هذا المقدار limit value limit 5n زائد 3 على 2n ناقص 7 راح يساوي لنا 5 زائد 3 على n ناقص كما قلنا بقسمة البسط والمقام ب n قيمته. و هنا راح يصير عندي 3 على n، هاي راح تكون قيمة صغيرة جدا لما تقترب من الصفر، وهنا ايضا قيمة صغيرة وتقترب من الصفر، وبذلك راح استطيع ان احسب هذا المقدار بان يكون عندي 5 زائدا قيمه تقترب من الصفر و2 ناقصا قيمه تقترب من الصفر او تساوي صفر. فاذا بالنتيجه راح يكون عندي مقدار معرف وهو 5 على 2. لو اخذنا المثال الاتي او المثال الثاني الاتي، المثال هو الريد ليمتنج فاليوز لهذا المقدار عندما تكون ان تقترب من انفينيتي. في هذه الحالة كما قلنا بالمحاضرة الماضية قلنا ما نفعله بهذه الحالة شنو؟ نقسم البسط والمقام على أعلى يعني الأن المرفوعة لأعلى قوة. هنا عندي أن تربيع وهنا عندي أن، فأعلى قوة هي الأن تربيع. فإذا أني مثل ما قلنا the highest power of N اللي هي شنية highest power of N اللي هي شو تساوي؟ تساوي لي N سكوير في حالتنا. فاذا راح اقسم على n سكوير البسط والمقام، كل مقادير البسط وكل مقادير المقام، وبالنتيجه راح يكون عندي 2 زائد 4 على n ناقص 3 على n سكوير، وراح يطلع لي 2 زائد قيمه تقترب من الصفر ناقص قيمه تقترب من الصفر، و5 ناقص قيمه تقترب من الصفر زائد قيمه تقترب من الصفر، وبالناتج النهائي سيكون عندي المقدار هو 2 على 5 وهذه قيمة معرفة، وبذلك تمكنت من أن أتخلص من وجود قيمة بالبسط أو بالمقام غير معرفة. هذا مراجعة للليمتنج فاليوز لبداية محاضرتنا. الكونفرجنت اند دايفرجنت سيريز كما أسلفنا بالمحاضرة الماضية قلنا محاضرتنا لهذه الجزء الرابع ستكون convergent and divergent series أو المتقاربة والمتباعدة. converge and diverge يعني أنا عندي series أما تكون converge متقاربة أو diverge متباعدة. هذه الحالة اللي هي series من هذا النوع حتى نفهمه نقول if S and tend to the finite value as an approach to infinity بهذه الحالة series convergent. و if Sn does not tend to the finite value يعني the finite value معناها قيمة معروفة أو معرفة، هنا غير معرفة not tend to the finite value. عندما تكون n approach to infinity series بهذه الحالة تكون divergent، هناك convergent وهنا divergent. إذا كانت معرفة
تكون convergent، وإذا كانت غير معرفة فستكون divergent. فإذا هاي هي الحاجتين اللي تحكمني مبدئيا للسيرز. طيب ناخذ مثال على هذا الكلام. إذا كانت عندي هاي الجي بي أو اللي هي الجيومتريك بروجريشن أو السلسلة الهندسية اللي هي 1 زائد ثلث زائد 1 على 9 زائد 1 على 27 زائد 1 على 81، هاي السلسلة اللي موجودة هاني أريد أعرف هاي أقدر أطلع الأس إن وأطبق عليها أطبق عليها قاعدة. الأس إن هي كما قلنا بالمحاضرات الماضية هذا القانون هو اللي يحكمها. الأس إن أي تساوي عفوا اي في 1 ناقص الار قوة ان على 1 على ار. وبهذه الحالة لو نجي على هاي السلسلة واضح امامنا انه هو الاي او اللي هو الاساسي هو 1، اول تيرم بها هو 1، وعندنا الار اللي هي الراشيو. الراشيو هي كونستانت راشيو، هي شقد؟ ثلث. فاذا انا دا اقسم على ثلث، يعني الراشيو عندي ثلث، كأنه المقدار يقسم إلى ثلث، يقسم إلى ثلث، إلى ثلث، إلى ثلث، إلى ثلث، إلى ثلث. يعني إذا أضرب في ثلث أي قيمة أي رقم أي مقدار أضربه في ثلث يطلع لي المقدار اللي بعده وهكذا. فإذا الآر هي ثلث والأي هي 1، وبتطبيق المعادلة بشكل بسيط، هذه المعادلة بوضع التعويض عن أي بمقدار 1 والان بمقدار عفوا والار بمقدار ثلث، فببساطه راح نقدر نوصل ان الاس ان يساوي 3 على 2 1 ناقص 1 على 3 للقوه ان. وهنا احنا ايش بنقول؟ بنقول عندما تقترب الان من الانفينيتي هي اللي تحكمنا. خلي شوف هنا، عندما تكون ان تقترب من الانفينيتي هنا عندي هذا المقدار 1 على 3 للقوه ان راح يساوي لي قيمة تقترب من الصفر، لأنه بالمقام عندي قيمة كبيرة جدا، لأن الآن إنفينيتي، فإذا المقام قيمة كبيرة جدا، فإذا المقدار كله يقترب من الصفر، وبذلك راح تكون الليمت أن أبروش إنفينيتي، يعني الأس أن في هذه الحالة راح يصير 3 على 2، وهو مقدار ديفاينايت فاليوز، ديفاينايت فاليو، وهنا القاعدة نرجع أنه نحكمنا إذا كانت هذه النتيجة، إذا كانت الأس أن 3 على 2 فما هي في هذه الحالة الانترمز السيريز إذا كانت تصل إلى 3 على 2 عندما تكون انترمز. فبهذه الحالة ايش نتوقع؟ نتوقع أن تكون هذه السيريز من يا نوع؟ نتوقع أن تكون السيريز من النوع convergent. ليش؟ لأن ينطبق عليها هذا الشرط، هي tends to definite value عندما تكون n approach to infinity، وبذلك فهي convergent، وهنا كتبناها convergent. هذا بالنسبة لهذا المثال اللي أخذناه. طيب الآن نأخذ مثال ثاني. المثال الآخر هو بالشكل الآتي. إذا كانت عندي هاي الجي بي 1 زائد 3 زائد 9 زائد 27 زائد 81 زائد زائد زائد، هاي إلى أين يعني ما هو الحل إلها أو ما هو تصنيفها؟ هاي الحالة، بهذه الحالة نرجع أيضا إلى نفس الطريقة بأن نقول هاي جي بي والأي بي يساوي لي 1 والآر يساوي لي 3. ليش؟ عند الأرقام تصير هذا 9 على 3 3، 3 على 1 3، فإذا هو الآر يساوي لي 3. فإذا رجعنا طبقنا القانون اللي هو الموجود عندي أس أن يساوي لي أي 1 ناقص آر للقوة أن 1 ناقص آر، راح يصير لي المقدار بالشكل التالي بعد التبسيط، بعد أن أبسط راح يصير عندي 1 ناقص 3 القوة N على ناقص 2، وإذا نضرب بناقص فهذا راح ينقلب للأمام، هذا يصير بالخلف، وهذا يصير بالموجب. فإذا راح يصير عندي 3 للقوة N ناقصا 1 على 2. خلينا نجي نشوف هذا إذا N اقتربت من الإنفينيتي ماذا سيحدث أو ماذا ستكون النتيجة. فإذا إذا جينا عندما ان تقترب من انفينيتي 3 للقوة ان بالتأكيد راح تكون انفينيتي، وبذلك راح يكون عندي بالبسط عندي انفينيتي مطروح منه 1 راح يصير لي انفينيتي مقسوما على 2 فهو راح يصير لي الليمتنج فاليو يساوي لي انفينيتي. فإذا الناتج الاس ان يساوي لي انفينيتي وهي قيمة
غير معرفة or and not definite value. Not definite value. فإذا هاي not a definite numerical value. معنى هذا انه شنو بهذه الحالة السيريز هل هي convergent ام divergent؟ نرجع للتعريف الاساسي. التعريف الاساسي يقول اذا كانت not definite اللي هو هذا التعريف اللي عندي not tend to a definite value فاذا السيريز is divergent فاذا نرجع الى سؤالنا. السؤال كان هل هذه ماذا؟ اذا بالتأكيد هي divergent. divergent يعني ينطبق عليها الحالة الثانية فهي divergent. We can make use of infinite series only when they are convergent and it is necessary therefore to have some means of testing whether or not a given series is in fact convergent. أني لازم أكو عندي فالوسائل للفحص حتى تقرر لي انه هاي السيريز كونفرجنت حتى اتاكد منها. فاذا انا يجب ان تكون عندي مجموعه من الوسائل حتى اقدر بوضوح اوصل الى قرار. هذه الوسائل سميناها تيستينج او تيست. نجي عندنا تيست فور كونفرجنس. ما هي اختبارات الكونفرجنس؟ اختبارات الكونفرجنس اذا اريد نبديها of course we could determine the limiting value of Sn as infinity we did in the examples a moment ago. قال مثل القبيل قبلها قدرنا نقول directly هذا قلنا هذا هاي series هي convergent او divergent. بس هذا الحال مو دائما بهذه البساطة That is the fundamental test. هذا الأساسي. But unfortunately, it is not always easy to find formula for Sn. And we have therefore to find the test for convergence which uses the term themselves. أني لسوء الحظ. Unfortunately, مو دائما أقدر أوصل إلى النتيجة بهذه البساطة. فإذا أحتاج إلى طريقة أو طرق أو أساليب لفحص الكونفرجنس. يجب ان خلينا نتذكر حتى نبدي بهذا الموضوع السيريز اللي بديناها ان جنرال قلنا هي عباره عن U1 U2 U3 U4 زائلة الى UN او اذا انقطعت السلسله على رقم محدد معين فراسا مثلا رقم محدد رقم ما في اي مكان من اماكن السلسله تنتهي بعدد حسب عدد عناصر السلسله. الفحص الاول تيست 1 هذا هو الفحص الاول تيست 1 A series cannot be convergent unless its terms ultimately tends to zero i.e. اي بما معنى unless RT عندما n approach to infinity UN يساوي صفر يعني الحد الأخير عندما n تساوي infinity يساوي صفر. وهنا لازم ننتبه أنه ultimately tend to zero هاي الفحص الأول. فإذا الجانب الثاني if RT ان ابروتش انفينيتي ويو ان لا تساوي صفر السيريز هي دايفرجنت. فاذا قلنا اذا تساوي صفر ultimately tend to zero فهي تكون convergent. ولكن اذا اليو ان لا تساوي صفر فهذه دايفرجنت. فاذا هذا معناه انه انا عندي بشكل عام اقدر اقول انه this almost just common sense. For if the sum of approach some definite value of as the value of n increases, the numerical value of the individual term must be diminished. يعني بما معناه إنه هذه القيمة تتلاشى. The terms must individual terms must be must diminish. فإذا القيمة تتلاشى. The numerical value
تتلاشى. خلينا نجي ناخذ هذا الكلام مثال عليه. إذا جينا على هذا الحال، السيريز هي واحد، قبل شوية أخذنا هاي واحد زائد ثلث زائد تسع زائد 1/27 واحد على 8، هاي كونفرج قبل شوية قلنا واختبرناها وقلنا هاي كونفرج. والحالة الثانية قلنا هاي 1 3 9 27 1 8 هاي دايفرج. فإذا هاي قدرنا نوصل لهم قبل شوية بالحل مالنا. خلينا نجي ماذا بشأن هذه السلسلة؟ واحد زائد النص زائد الثلث زائد الربع زائد 1/5 1/6 إلى 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 إلى. أنا إذا أشوف هاي السلسلة من النظرة الأولى لهذه السلسلة، ماذا تتصورون؟ هل هي كونفيرج أو دايفيرج؟ كونفيرج كونفيرج أو دايفيرج؟ هل هي متقاربة أم متباعدة؟ هل هي تتقارب أم تتباعد؟ هذا السؤال اللي نريد له جواب. طيب أغلبنا راح نقول إنه هاي كونفيرج. ليش؟ لأنه النيوميريكال فاليو للأند تزيد، بالمقام ده تزيد، فمعنى المقدار دقيق. ولكن حقيقة إذا نجي على الواقع، هذا قرارنا خاطئ، والسلسلة هي دايفيرس، هي دايفيرس. وهسه نتأكد من هذا الكلام. نجي هسه للسلسلة نفسها هاي اللي هي 1/1 زائد 1/5 زائد 3 زائد 4 زائد 1/5. فإذا هاي ببساطة راح نقدر نفحصها ونتأكد منها. احنا ايش قلنا؟ هذا حقيقة بها فد يعني حقيقة هي هذا هاي السلسلة بها فد مشكلة رياضية أو بها فد لعبة رياضية. فخلينا نجي على القاعدة الأساسية، القاعدة الأساسية اللي حطناها. شو قلنا القاعدة؟ شو تقول؟ A series cannot be convergent unless its terms ultimately tends to zero. هذا اللي أخذناه قبل شوي. وقلنا معناه an approach to infinity due n تساوي صفر. ما قال if، ما قال it does not say that if the term tends to zero. ما قال tends to zero. قال its terms ultimately tends to zero. فإذا بهالحالة the series is convergent. فإذا it does not say that if the terms tends to zero then the series is convergent. فإذا بالحقيقة لو نرجع للعبارة بدقة نرجع عليها، إنه إحنا قلنا its terms ultimately tend to zero. وهالحالة بالحقيقة هذا هنا لا يمكن أن تكون terms tend to zero without series conversion. فإذا فهذا المثال اللي عندنا راح يوضح لنا فد إشكالية، إنه مو بسهولة نقول هذا convergent أو divergent إلا أن نتأكد 100%. خلينا نشوف هذه العبارة، يجب أن ندققها جيدا. A series cannot be convergent unless its terms ultimately tend to zero. وهي حوطناها بمربع أحمر حتى نتأكد منها بكل كلماتها، لأن هاي حقيقة كلش خطرة إذا أخذناها بشكل بسيط وقلنا يقترب أو قريب من الصفر فراح تكون هالشكل. لا، يجب أن تطبق بكلماتها الكاملة. إذن يجب أن يكون الالتي ان ابروش تو انفينيتي اليو ان تساوي صفر، تساوي صفر. بالواقع القاعدة هي بالشكل التالي: أولا if الالتي ان ابروش تو انفينيتي اليو ان تساوي صفر، the series may converge or diverge. يجب أن نسوي فحص آخر. هذا الواقع هو إذا كانت الـ UN تساوي صفر، فالسيريز هي أما diverge أو converge. يعني بهالحالة may be converge or diverge. ولازم شو نسوي؟ فحص آخر.
شنو اذا كانت LT limit n approach to infinity اليو ان لا تساوي صفر، اذا لا تساوي صفر هذا مؤكد انه السيريز هي دايفرج. الصفر لا يعني انه، بس انا هسه مبدئيا اذا ما تساوي صفر مباشره اقول هذا دايفرج، راسا اقول دايفرج، لكن الصفر هنا maybe divergent أو maybe convergent إذا اليو ان تساوي لي صفر. طيب هسه هاي قبل أن نتركها هاي أو نغادر هاي السيريز خلينا نتأكد، لأنه صار عندنا نتأكد هي هي دايفرج أو كونفرج. فهنا أكو عندنا إثبات أنه على الرغم من أنه اليو ان تساوي لي صفر، اليو ان تساوي لي صفر، بس هاي السيريز هي حقيقة دايفرج نوت كونفرج، لأنه إحنا يعني صار عندنا إرباك لما شفنا اليو ان يساوي صفر قلنا هي كونفرج، لا هسه عندنا اليو ان يساوي صفر بس هي هاي السيريز هي دايفرج دايفرج. فإذا راح نتأكد من هذا. شلون راح نشوف؟ راح نقول خلينا نجمع السلسلة اللي موجودة عندنا، نجمع عندي التيرمز مالتها أسويهم على شكل مجاني. فراح اخذ هسه عندي تيرمز، عندي الواحد والاثنين وثلث واربع وربع وخمس وهكذا للاخير، راح اسويهم على شكل مجاميع. شلون راح اسوي المجاميع؟ راح نشوف هسه هذا الواحد والنص ما لنا علاقه بهم، ناخذ الثلث والربع، واحد ثلاث على ثلاثة، واحد على أربعة خليتهم مجموعه، واحد على خمسة، واحد على ستة، واحد على سبعة، واحد على ثمانية سويتهم مجموعه، المجموعه اللي وراها بالتاكيد اللي بعدها، خلينا نقارن بس هذول اللي موجودين يمنا راح يبين عندنا الفرق. هسه اذا عندنا 1 على 3 1 على 4 بالتاكيد هي شنو؟ اكبر من 1 على 4 1 على 4، فاذا هذولي اكبر من النص، اكيد اكبر من النص. وعندي هذولي المجموعه ايضا اكبر من 1 على 8 1 على 8 1 على 8 واكبر من النص، هذولي اكيد اكبر من النص. فاذا انا عندي دا اتجه بانه عندي المجاميع دا تكبر مو تصغر، فاذا انا عندي هذا هذولي اكبر من النص وهذولي اكبر من النص، فاذا اني لا امشي باتجاه انه الاس ان راح يساوي 1 زائد النص زائد النص زائد النص زائد النص، وحقيقه هم اكثر من النص. فاذا اني دا اتجه الى انه بما انه 1 زائد النص زائد النص الى نهايه السلسله راح يصير الاس ان، الاس ان راح يساوي لي يساوي الانفينيتي. فاذا اذا الاس للانفينيتي اخر واحد بهم راح يساوي لي انفينيتي، بهالحاله معناه شنو؟ This is not definite numerical value. فاذا السيريز شنو؟ Divergent. وهذا تأكيد على أنه السيريز هي not convergent، فهي أكيد السيريز عندي divergent. فإذا أثبتت بهذا أنه هذا الشكل، فإذا the best way sorry the best we can go from test one is that the series may be converged. We must therefore apply further test. فإذا أنا أحتاج قبل أن أطلع من test one أنه أنا حقيقة احتاج الى فحص اخر حتى اتاكد من السلسله هي كونفرج او دايفرج. فاذا كونفرجنت اور دايفرجنت، فاذا حتى اتاكد احتاج الى فحص اضافه الى الفحص الاول، احتاج الى فحص اخر واللي هو حقيقه راح يكون عندي فيردر تيست لهذا الفحص الموجود عندي. هذا يعني ان انتقل الى شنو؟ الى فحص الثاني او الفحص الثاني اللي هو فحص المقارنة comparison test. الcomparison test حقيقة series of positive terms is convergent if its terms are less than the corresponding terms of a positive series which is known to be convergent. هاي العبارة لحد هنا انه series لل positive terms هي تكون convergent اذا كانت عناصرها terms او حدودها terms are less than الحدود لهذه السلسلة، هي أقل من الحدود المقابلة لها لسلسلة موجبة معروفة لدي بأنها convergent. فإذا هنا المقارنة وأتأكد من أنه ما موجود عندي هو أقل من ما موجود بالسلسلة القياسية اللي هي موجودة وأعرفها أنه هي convergent. وبنفس الحال إذا كان السيريز تكون divergent إذا if its terms are greater than the corresponding terms of a series which is known to be divergent. يعني إذا أني السيريز تكون عندي divergent عندما تكون
حدودها أكبر من الحدود المقابلة لها في سلسلة معروفة لدي بأنها هي دايفرجنت. فإذا أنا عندي أحتاج إلى سلسلة قياسية معروفة لدي هل هي دايفرجنت أو كونفرجنت، وأقعد أقارن معها حتى أثبت أنه هاي السلسلة اللي عندي كونفرجنت أو دايفرجنت بمقارنة الحدود اللي موجودة عندي مع الحدود اللي موجودة في السلسلة القياسية المعروفة لدي. هذا حقيقة يتوضح أدنى به من يتوضح بالمثال، يا شوية العبارات شوية بها شوية تسوي أرباك. المثال، أنا إذا أفحص هاي السلسلة واحد، هاي طبعا أكيد كلهم موجب، واحد زائد واحد على اثنين تربيع، ثلاثة تربيع، أربعة تربيع، خمسة القوة خمسة، عفوا واحد على اثنين تربيع، ثلاثة القوة تكعيب، أربعة القوة أربعة، خمسة القوة خمسة، ستة القوة ستة، وهكذا. هاي السلسلة توصل إلى N للقوة N. هاي السلسلة اللي موجودة عندي راح شو أسوي؟ أقارنها ويا سلسلة أخرى اللي هي واحد زائد اثنين على اثنين، اثنين القوة اثنين، اثنين القوة ثلاثة، اثنين القوة أربعة، اثنين القوة خمسة. هاي أنا أعرفها، هاي السلسلة أعرفها، أعرفها سلسلة معروفة بالنسبة لي، هاي أعرفها إن هي كونفرج، هاي السلسلة أنا أعرفها كونفرج، فهاي أساس، هاي راح تكون أساس. أنا هاي اللي أريد أعرفها، أريد أقارنها وياها. شو راح أصير مقارنة؟ راح أقول كل تيرم من دولي أقارنه ويا التيرم المقابل إليه، التيرم المقابل إليه، هذا ويا المقابل إليه، هذا ويا المقابل إليه، هذا ويا المقابل إليه، هذا ويا المقابل إليه، وأشوف أقارنهم حتى أتأكد بهذا الفحص اللي هو فحص المقارنة. إيش راح أصير عندي؟ إذا قارنتهم راح أشوف شنو عندي؟ راح أشوف شنو وين؟ واحد هذا على ثلاثة للقوة ثلاثة هو حقيقة أصغر من واحد على اثنين للقوة تكعيب، وواحد للقوة عفواً واحد على أربعة للقوة أربعة هو أصغر من إيش؟ واحد على اثنين للقوة أربعة، يعني هذا أصغر من هذا، هذا أصغر من هذا، يعني هذا أصغر من هذا، هذا أصغر من هذا، هذولي متساويين، بس خلينا نشوف هذولي، هذا أصغر من هذا، هذا أصغر من هذا، هذا أصغر من هذا، هذا أصغر من هذا. بهالحالة بهالحالة راح أقارن دولة the terms of the faces of each less than the corresponding terms، فهذا هو أصغر، أصغر من، وهاي هي convergent أصلا، فإذا السيرز شنو هي؟ convergent، السيرز هي convergent، فهي عملية المقارنة. هذا الفحص الثاني للسيرز، أجي أفحص هذا ويا المقابل إلى هذا ويا المقابل إلى هذا ويا المقابل إلى هذا ويا المقابل إلى، إذا كان هذولي الموجودين هنا أصغر من هنا، وهذا أصغر من هذا، وهذا أصغر من هذا، وهذا أصغر من هذا، وهاي هي أصلاً أنا أعرفها هاي convergent، فإذا هاي السيرز هي convergent. فإذا the series the first series also therefore شنو هي؟ convergent أو converse. هذا حقيقة الفحص الثاني. هنا المشكلة بالتيست هنا أنه ألقى سيرز أنا متأكد منها أو سلسلة أنا متأكد منها هي ستاندرد وهي شنو هي، أعرف بأنه هي كونفرجنت أو حتى أقارن وياها. فإذا بهالحالة حتى نخلص، أكو عندي سلسلة أقدر أستخدمها، سلسلة عاملة هي واحد للقوة واحد على واحد على بي، واحد على اثنين للقوة بي، ثلاثة للقوة بي، هاي سلسلة عامة حيث أن السميشن يبتدي الآن من واحد إلى إنفينيتي، واحد على إن القوة P، وهكذا في هذا الشكل. يعني أنا إنفينيتي N يساوي لي واحد، وعلى على إن اللي قوة P، هاي السلسلة أقدر أستخدمها بهذا الشكل. وبهالحالة إذا كان P أكبر من واحد السيريز كونفرجن، وإذا ال P هي أصغر أو تساوي واحد السيريز هي شنو؟ دايفرس. فإذا إذا الـ P هو أكبر من واحد فالسيريز هي كونفرس، وإذا الـ P أصغر من أو تساوي أصغر أو تساوي واحد السيريز is دايفرس. طيب فإذا مثال نأخذ عليه، ما هو القرار بالنسبة للسيريز N تساوي واحد إلى إنفينيتي واحد على N سكوير؟ فهل هاي السيريز هي كونفرس لو دايفرس؟ لازم أتخذ قرار عليه. هاي حقيقة كونفرج، ليش؟ لأن سيريز summation واحد على n سكوير is the series
سميشن واحد على ام بي، والبي هناش عندي البي وعندي اكبر من واحد، البي هو اكبر من واحد، وبالحاله هي كونفيرج بناء على هذا القانون، قلنا اذا البي اكبر من واحد هي كونفيرج، فاذا هي كونفيرج سينس ذا سيريز هاي اللي هي واحد على ان سكوير هي بموجب هاي القاعده فبي اكبر من واحد. المثال اللي نفحص هاي السيريز، هاي واحد على واحد في اثنين زائدا واحد على اثنين في ثلاثة زائدا واحد على ثلاثة في أربعة زائدا واحد على أربعة في خمسة. حقيقة هسه احنا نشوف هنا الأرقام عندنا هذا واحد اثنين يجي هنا اثنين ثلاثة يجي هنا يرجع ثلاثة أربعة أربعة خمسة وهكذا. هاي اللي نفحصها سيريز. إذا أخذنا هذا الستاندرد سيريز اللي هي موجود عندي هذا واحد للقوة P كذا 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 كذا، واحد واحد على واحد للقوة P، اثنين للقوة P، ثلاثة للقوة P، أربعة للقوة P وهكذا للنهاية ستاندرد سيريز عندنا. وهاي السيريز نعرفها. فإذا ال P تساوينا اثنين، إذا ال P تساوينا اثنين راح شو نقول؟ واحد على واحد للقوة اثنين، واحد على اثنين للقوة اثنين، ثلاثة للقوة اثنين، أربعة للقوة اثنين، خمسة للقوة اثنين، وهاي نعرفها أكيد كونفرج. ليش؟ لأنه احنا قلنا ما زال القوة ال P هو أكبر من واحد، فإذا هي كونفرج. فإذا هاي كونفرج، هاي كونفرج، هاي السلسلة اللي عندي اللي هنا موجودة هي كونفرج. أريد هسه راح أقارن هاي ويا هاي حتى أشوف شيء أوصل. إذا أجيت واحد على واحد على اثنين هي أصغر من إيش؟ واحد على واحد على اثنين ليش بيها؟ هي أصغر من واحد على واحد تربيع. وواحد على اثنين في ثلاثة هي أصغر من واحد على اثنين تربيع وهكذا. هذا إذا نجي عليه بهذا الشكل راح يؤدي، يعني هذا حقيقة نص وهذا واحد، فهذا أصغر من هذا وهذا أصغر، السدس أصغر من الربع، والواحد على 12 أصغر من واحد على تسعة. بعد أن حول ذن الأرقام هذا سويته تسعة وهذا سويته 12. فإذا بهذا الشكل راح تطلع عندي هالشكل هاي السلسلة. إذا أجي التيرمز أي تيرم بالسيريز راح يطلع عندي أصغر من الكورسبوندينج تيرم إن ذا سيريز نون تو كونفرج. هاي السيريز أنا أكيد أعرف بها إنه هاي كونفرج، وقارنت هذول اللي موجود ويا هذول ولقيتهم أصغر منهم. فإذا بهالحالة the series converges. فإذا السيريز هاي هي converges بناء على القاعدة اللي وصلت إلها أو اللي قلنا عليها أنه قارن مع ما يقابله في السلسلة اللي هي أنا أعرفها. فإذا the given series converges. حقيقة هذا يعني مو من السهولة انه سوي سيوتابل كومباريزن سيريز. فاذا احنا نريد نشوف لنا في الطريقة تكون افضل او يعني تنطينا وضوح اكثر لهذا الموضوع. فهي العملية المقارنة حقيقة اللي هي الطريقة الثانية، فنحتاج الى طريقة اخرى حتى تنطينا شيء افضل. الطريقة الاخرى هي حقيقة التيست الثالث، التيست الثالث او اللي هو نسميه دي أنبرت ريشيو، دي أنبرت ريشيو تيست فور بوزيتيف تيرمز. دي أنبرت ريشيو هي هاي، يعني هذا أكيد اسم عالم سوى هاي الريشيو وسوى على طريقة اللي حتى نفحص. يقول let U1 U2 U3 هاي اللي قلنا عليها قبل شوي be a series of positive terms لأن كلهم موجبة، فراح يكون عندي بهالحالة find x of un. يقول طلع ال un وطلع ال un زائدا واحد، فإذا نطلع ال nth term ال nth term ونطلع ال n زائدا واحد term، يعني نطلع ال u لل n ونطلع اللي بعده. فإذا أنا راح أطلع قيمة الـ U للـ N وأطلع الـ U للـ N زائد الواحد. فإذا طلع ذولي من الريشيو اللي هي الـ U للـ N زائد واحد على الـ U على الـ U للـ N شو نطلع؟ نطلع الـ limiting value of this ratio. نطلع الـ limiting value لهاي الريشيو
حيث ان ان ابروش انفينيتي. اذا انا احتاج انه السلسله اللي عندي هي يو 1 يو 1 يو 2 لا يو ان، اطلع اليو ان واطلع اليو ان زائد 1 اللي هو الترم اللي بعده، فراح اطلعهم واسوي اقسم دول واحد على الثاني حيث ان ان ابروش انفينيتي. ايش راح اطلع؟ اذا كان هذا الناتج اللي طلع لي ليميت ان ابروش انفينيتي لليو ان زائد 1 على يو ان اصغر من 1 اصغر من 1 فهاي السيريز هي كونفرس، واذا كان اكبر من 1 هاي السيريز دايفرس بوضوح. لكن اذا كان 1 السيريز في هالحاله راح تكون اما دايفرس او كونفرس. فهذا لازم نرجع نفحص عفوا نتاكد من هذول الثلاثه ثلاث قيم ونشوفها حقيقه. هسه اذا وصلت لي هاي الحاله اقدر اني استخدم التيست الاخر، فاني صار عندي مجموعه من التيست اقدر اوصل بها ان اقرر هاي كونفرج او دايفرج. فاذا هذا راح ينطيني بوضوح اذا كان اصغر من 1 هو كونفرج، واذا اكبر من 1 هو دايفرج. تبقى بس حاله انه يساوي 1 راح يصير عندي بهالحاله ما بيكونفرج او دايفرج. وهذا ما انطاني قرار، هذا التيست ما انطاني قرار نهائي، بس اقدر اعتمد على الفحوصات الاخرى بهذه الحاله. ناخذ مثال. المثال هو مطلوب من عندنا ان نطبق دي انفرت ريشيو تيست فور ذا سيريز هاي 1 على 1 3 على 2 5 على 2 قوة 2 7 على قوة 2 تكعيب وهكذا. اذا جينا على هذا الباترن تشيرز نجي نكتب الان تيرم ايش راح يصير لي؟ اليو ان يساوي لي 2 ان ناقص 1 على 2 ان ناقص 1. هذا هاي الحاله راح يكتب اليو ان مقداره بالتاكيد راح يساوي لي 2 ان ناقص 1 على 2 للان ناقص 1. الان زائد 1 تير راح شو يصير لي؟ راح يصير لي الان راح ابدله بايش؟ ابدله بان زائد 1. الان ابدله بان زائد 1 هذا لليو ان، فاكيد الان زائد 1 راح يكون عندي شنو؟ ابدله بان زائد 1. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بالشكل التالي اليو ان زائد 1 2 ان زائد 1 على 2 القوة ان. فاذا يو ان زائد 1 على يو ان راح يصير شنو؟ هذا المقدار 2 ان زائد 1 على 2 ان في 2 ان ناقص 1 على 2 ان. هذا راح يصير بهذا الشكل لانه هذا يعني مقلوب الثاني. فاليو ان احنا طلعنا اليو ان ايش قلنا؟ اليو ان يساوي لي هذا 2 ان ناقص 1 على 2 القوة ان ناقصا 1. فراح نجيبه هنا راح يصير عندي 2 القوة ان ناقصا 1 2 ناقصا 1 قلبناها حتى يصير القسمة هي ضرب، قلبناها فصارت حالة ضرب. راح يصير عندي بالتبسيط راح يصير عندي نص في هذا، وراح يطلع لي الناتج النهائي هذا اللي هو نص في 2 ان زائد 1 على 2 ان ناقصا 1. فأريد نطلع هسه الليمتنج فاليو لهذا اذا كان عندي ان ابروش تو انفينيتي. فمن الليمتنج فاليوز شعرفنا احنا نقسم على شنو هذا من شغلنا السابق، عرفنا انه انا عندي ليمتنج فاليو ابروش تو انفينيتي لازم اقسم البسط والمقام على شنو؟ على ان. فاذا بالتاكيد راح اقسم البسط والمقام على ان، وبالناتج راح يصير عندي الليمتنج فاليوز وان ان ابروش تو انفينيتي ليو ان زائد ان واحد على ان. راح يصير عندي هذا المقدار هو نفسه انزله هنا واقسم على ان البسط والمقام، فراح يصير عندي هذا يروح ناقص 1 على ان، هذا ناقص 1 على ان، وهاي بالتاكيد راح تكون عندي 1 على ان 1 على ان 1 على ان يساوي لي صفر وهذا صفر. فراح يصير عندي نص في 2 على 2 ويساوي لي نص. فاذا هذا المقدار اني القاعده تقول عندي اكبر من 1 اصغر من 1 يساوي لي 1. أنا هنا عندي limiting value اللي هي اليو ان زائد 1 على يو ان
أصغر من واحد. ليش؟ لأن النص أكيد أصغر من واحد، فبينه هو أصغر من واحد فالسيريز شبيه convergent، بما أنه limiting value هو أصغر من واحد فالسيريز convergent. فإذا مباشرة واحد لو كان الناتج طالع عادي أكبر من واحد شهر بس أنا أقول divergent، بس أنا أقول divergent. هذا إذا بهذا الفحص أكدت أنه هي convergent. نأخذ مثال آخر، طبق هاي القاعدة لفحص حالة نص 2 على 3، 3 على 4، 4 على 5، 5 على 6. هذا لازم أول شيء أشوف اليو ان، أشوف اليو ان إيش قد. اليو ان بالتأكيد راح يكون 1 على 2، 2 على 3، 3 على 4، 4 على 5. اليو ان راح أسوي لي ان في ان زائد 1. ليش؟ لأنه أنا عندي أكيد يزيد عندي 1 1 هو الان، هذا فوق ان وهذا شنو؟ ان زائد 1. هاي القاعدة مرت، هاي السلسلة، هاي السلسلة مالتها قاعدتها بهذا الشكل n و n زائد 1. فإذا اليو للn زائد 1 نطلعها ببساطة يساوي لنا بتبديل الn بn زائد 1، نبدل الn بn زائد 1 راح يصير عندي يو n زائد 1 n زائد 1 على n زائد 2. ليش؟ لأن n زائد 1 زائد 1 راح يصير n زائد 2 وبهذا الشكل. فإذا اليو ان زائد واحد على اليو ان مباشرة راح أيضا أقلبها، هذا هنا راح أقلبه حتى لأنه قسمة مقسوم عليه، فراح يصير عندي أقلبه. ليش؟ لأنه أنا عندي قاعدة شو تقول؟ تقول هذا يو ان زائد واحد على يو ان، فاليو ان من أسويها حال الضرب راح يصير مقلوبها، فهذا اليو ان راح أقلبه يصير الان على ان زائد واحد الأعلى لان الأسفل، وأضربه باليو ان زائد واحد اللي هو هذا، فراح يصير لي عملية تبسيط يعني عملية بسيطة. وهنا قلنا إذا بدأخذ الليميتنج فاليو ننتبه هنا عندي صار ان تربيع، فإذا أقسم على شنو البسط والمقام، أقسم على يمين، أقسم على شنو، أقسم على ان تربيع. ليش؟ لأنه حتى أطلع الليميتنج فاليو نرجع للقواعد الأساسية من الليميتنج فاليو، فأقسم على ان تربيع، وبهالحالة راح يكون عندي الحل بالشكل التالي: الليميتنج فاليو ان زائد واحد على ان، هذا الرقم اللي عندي راح اقسم على ان تربيع، راح يصير هذا واحد، هذا اثنين على ان، هذا واحد على اثنين، واحد على ان تربيع، واحد على زائد اثنين على ان، وراح يطلع لي الناتج يساوي لي واحد. طلع لي واحد. اذا انا هسه طبيت في هل هي convergent ام divergent، وهنا اللي هو ما بقرار انه ممكن تكون كونفرجنت ممكن تكون دايفرجنت. ليش؟ لانه واحد بالضبط طلع على الرقم، لو كان اكبر من واحد اقدر اقرر، لو اقل من واحد اقدر اقرر. فاذا بما انه ماكو قرار هنا راح ارجع لمن؟ ارجع لل هنا على واحد، هذا حقيقه سيريز ماي بي كونفرجنت دايفرجنت. فاذا شو نسوي بهالحاله؟ شو نسوي بهالحاله؟ بهالحاله راح شو نسوي؟ نرجع للقاعدة الأساسية اللي عندي، اللي هي شنو؟ إذا كان عندي limit n approach to infinity u n تساوي لصفر the series may be convergent. بس إذا u n لا تساوي لصفر the series certainly divergent، أكيد divergent. خلينا نتأكد هسه. شوف عندي بالسيريز هاي u n يساوي لي n زائد واحد، والlimit هنا راح يساوي لي شنو؟ يساوي لي واحد. وبهالحالة الواحد ليس صفر، وبما أنه ليس صفر فإذا هي بالتأكيد شنية؟ هي divergent. فإذا the series is divergent. هنا وصلنا هسه للrevision exercise اللي هي للمراجعة. حقيقة يجب بهذا الموضوع أن يعتمد الطالب على أنه كل خطوة تشرح بالمحاضرة يحلها بالورقة والقلم قبل أن أصل للريفيجن اكسرسايز وأطلع هاي الملاحظة مهمة جدا، أنه من بداية المحاضرة إلى نهاية المحاضرة على الرغم من بساطة ما شرح بها، لكن من السهولة أن ينسي ومن الصعوبة أن تتذكر بعد أن تنسى. فيجب على الطالب أن يرجع في مع المحاضرة خطوة بخطوة، يكتب بالورقة والقلم ويحل على الورق ويتأكد من حلوله تطلع نفس النتائج أم لا، وحتى قبل أن يعبر إلى أن يصل إلى revision exercises. هنا revision exercises راح يقدر يتأكد من نفسه هل هو يقدر يطلع بنتيجة أو لا.
الان عندي تيستين او اكسرسايزين الليمتنج فاليوز لهذا اريدهم ليمتنج فاليوز لهذا واريد تيست سيريز هذا يتاكد لي منها يفحص ليها الطالب يتاكد هل هي كونفرجنت او دايفرجنت هو يرجع لي طريقه لفحصها هذولي التمرينين الطالب لازم يرجع لهم واكد مره اخرى يجب ان يرجع مع الحل من البدايه الى نهايته مع هذا شكرا لكم لحسن استماعكم وفي حالة وجود أي استفسار لديكم بإمكانكم التواصل معي على عنوان البريد الإلكتروني المبين أمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.